إذن أنا بحكم أنني ما زلت شاب، فنان شاب، فتعلقي دائما منذ الصغر كان بالموسيقى الأندلسية والموسيقى الروحية، فهذا اللي خلى حتى لونطوغاج ديالي اللي أنا عشت فيه خلى من 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 شخصية مروان الحاج الفنية أنها تكبر في هذا السياق هذا، وأنها تهتم بالموسيقى التراثية ديال، لأن أنا أعتبر دائما أن الموسيقى التراثية هي موسيقى، هي الواجهة الثقافية ديال المملكة المغربية. ففكرة ديال الألبوم من غنيوة أندلسية جات يعني مؤخرا، بحكم أنني فنان ينشط في الموسيقى الأندلسية وما عندي حتى شي إصدار، عندي إصدارات أخرى ولكن ما عندي حتى شي إصدار الموسيقى الأندلسية، فارتأيت أنني ندير إصدار جديد ديال الموسيقى الأندلسية، واللي هو معمول بطريقة توزيع ماشي جديدة ولكن فيها لمسات جديدة، أولا من أجل باش نضيفوا حضارة ونق آخر على الموسيقى الأندلسية، ثانيا من أجل تحبيب هذا اللون للشباب اللي أصبح اليوم ما غنقولش أنه ولا كيهتم يعني بأشياء هابطة، للفن فيه المزيان وفيه الخايب، ولكن بغينا الشباب يلتفتوا شوية للتراث ديال بلادهم، لأن التراث مهم، ولأن دائما هي الثقافة ديالنا وديال الهوية ديالنا ديال المغرب. لا لا لا، يعني أنا ملي كنقول تجديد دائما كنقول المصطلح ديال التجديد هو دائما غي أو نيفو ديال لارونجمون ديال طريقة العزف طريقة الأداء، مي دائما الجوهر هو دائما نفسه ما كنحاديوش فيه، لأن هذاك هو الأساس، الأساس نحتفظوا به وكنغيروا بعض الأشياء اللي هي بحال اللي كنديروا الاستيتيك ديال هذا الموسيقى. إن شاء الله أغنية شبابية إن شاء الله بحول الله اللي غادي نسجلها قريب، كذلك عندي عمل اللي هو عالمي كيجمعني بمنتجين أجانب من إنجلترا، سجلته مؤخرا في مراكش والآن هو كيتميكسا وكيتأرونجا في لونجلتير، إن شاء الله عمل غادي يكون موفق، إن شاء الله كيجمعني بمجموعة من الفنانين المغاربة وأجنبيين، إيقاعات مغربية، موروث مغربي معمول بطريقة جديدة، يعني الجيتار والباس وكليب يعني شبابي. كنشكركم بزاف أنتم كإعلاميين على الحضور ديالكم، وكنوجه تحية للشباب المغربي، ودائما نغنيوها أندلسية في المغرب ديالنا الحبيب ومع مروان الحاجي. شكرا.